أكيد أكيد. وأنا صغيرة جدا 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 في المدرسة كنت بحب الباليه، وكنت بسمع مزيكا، وكنت بنام وأصحى على المزيكا. كان في حاجة اسمها البرنامج الموسيقي، وما زال موجود الراديو ده، كنت أحطه وأسمعه عايشة على المزيكا. كل ما يعني أحفظ جدول الضرب كنت أحفظه على المزيكا. أفلام كنت أروح من 6 ل 9، ومن 3 ل 6، ومن 9 ل 12، يعني دي أجازتي. ففي حاجة أنا بحبها في الفن، بس اني انا هكون فنانه ما تصورتش، ان انا هنجح حتى لما بقيت فنانه برضو ما تصورتش. في كلمه السيده فاتن حمامه قالتها لي: بتحترمي شغلك هيحترمك، بتحبي شغلك هيحبك، واخداه علشان توصلي لحاجه معينه هيوصلك بس يسيبك. انت لازم تبقي مؤمنه باللي انت بتعمليه وبتحبيه بجد وبتحترميه بجد. انا بحترم شغلي، بحبه،